بسم الله الرحمن الرحيم اليوم إن شاء الله حنستكمل العمل على برمير حنشوف أفكار متعلقة بموضوع معالجة الفيديو وطبعا هناك مجموعة من الأدوات الموجودة في البرمير المتعلقة في معالجة الفيديو يعني إحنا المرة اللي فاتت شفنا عمليات تعديل تركيب تجميع لكن ما شفنا عمليات معالجه شفنا مثلا كيف بدنا نقص اجزاء بدنا نصغر الحجم بدنا نغير مكان العرض على التايم لاين شفنا كيف ممكن نغير الحجم بعض الخصائص هذه طبعا احنا مش معنيين ندخل في تفاصيل كثيره لانه يعني احنا مش عمال بنتعلم على بريمير وانما بنتعلم بعض الاشياء المتعلقه بعلم الفيديو على برنامج بريمير فاحنا استخدمنا بريمير كاداه علشان نفهم بعض المفاهيم والمصطلحات اللي بتمر معانا في الماده النظريه هنشوف اليوم بعض الشغلات المتعلقه بالفيديو افكتس والفيديو ترانزيشنز كمان حنشوف موضوع التصدير كيف حنصدر الفيديو وايش في اعدادات للتصدير والفايل فورمات وما الى ذلك طيب مبدئيا هناك بعض الاعدادات اللي ممكن نعملها على الفيديو طبعا الفيديو مكوناته زي ما احنا شايفين عباره عن صوت وهي في مسارات للصوت وفي عندنا مسارات للفيديو وفي طبعا مسارات الفيديو ممكن يكون فيها فيديو او صورة او نص يعني هي مثلا هذا نص وهذه صورة وهذا فيديو كنا منزلينه من يوتيوب فالاجزاء هذه ممكن احنا نقوم بتنفيذ بعض المؤثرات عليها المؤثرات هذه لها علاقة بمعالجة الفيديو يعني مثلا في صورة معينة آه خلينا نرجع لورا شوي أي مثلا هذه الصورة أو هذا الفيديو الفيديو هذا مثلا بدنا نطبق عليه آه عمليات تحسين في اللون فممكن تلاقينا نروح نتحكم في البرايتنس والكونترست البرايتنس والكونترست آه هذه آه عمليات إلها علاقة بشدة الألوان اللي هي الكونترست والإضاءة أو يعني قديش في مستوى التوهج للون لما نسحب هذه ونحطها على الفيديو او على الصورة بيبدأ يغير في اعدادات الصورة نفسها اي لو نزلنا هنلاقي انه الاعدادات هذه موجودة في في الافكت كنترولز هذه اللي هي لوحة التحكم في المؤثرات طبعا هنا في مؤثرات كتير وهي الاوديو افكتس بس خلينا لانه هذا فيديو فاله اوديو افكتس يعني الصورة مفترض ما الها اوديو افكتس بينما الفيديو لانه مكون من الفيديو والصوت فعشان هيك في اوديو افكتس الان هاي البرايتنس اللي احنا نزلنا طبعا بطبيعة الحال هذا لانه احنا على البريمير فهذه طريقة الشغل على البريمير فممكن تلاقي على برامج تانية الشغل بطريقة مختلفة آه الان مثلا ممكن نزيد البرايتنس لاحظوا في الصورة هان خليني انا اعمل فتلة هذه هاي البرايتنس بزيد في الصورة طبعا هذا حيزيد على كل الفيديو يعني وين ما نروح في الفيديو حنلاقي البرايتنس اللي هي التوهج بتاع الالوان زاد خلينا ارجعها لاصلها صفر هاي اصل الصورة زي هيك الكونتراست هي شدة في الالوان هاي زي ما احنا شايفين فهو يعني بيزيد شدة الالوان هذه طبعا لها خوارزميات البرايتنس خوارزميات لها علاقة بإضافة أرقام جمع أرقام على على ألوان الصورة الكونتراست لها علاقة بعمليات ضرب وقسمة في أرقام ألوان الصور فعشان هيك الكونتراست بتلاقيه بيزيد شدة اللون بينما البرايتنس بيزيد من إضاءة اللون قديش متوهج اللون نفسه هل هذه تعتبر احد ال احد الفلاتر هو بسميها فلترز وهي طبعا من احد ادوات او وسائل المعالجة اللي احنا ممكن نستخدمها على الصور هناك وسائل اخرى للمعالجة مثلا ممكن على التنت اه نحط تنت ونصير نعدل في الالوان هاي اه مثلا لون احمر هاي زي ما احنا شايفين طبق لون أحمر على الصورة وممكن نحدد التنت قديش تكون قوة الدمج هذه طبعا كلها عمليات معالجة بتصير على الصور هاي البرايتنس ديليت أنا بشيلها خلينا نشوف أشياء تانية إذا في الكيينج أمور إلها علاقة ب هات نشوف الكنر كي هذه هات ناخذ الاي دروبر هذا ونشيل اللون الاصفر تمام شايفين ايش صار شال اللون الاصفر من الفيديو فهذه عمليات معالجة انا مثلا بدي اتخلص من درجات لون معين فبزيد التولرنس هيك كل الالوان اللي التولرانس اللي هي قوة عملية التخلص من اللون الاصفر فكل ما زدت الرينج كل ما دخل عدد اكبر من الالوان في هذا الرينج هذا بنستخدمها مثلا في معالجة فيديو لو كان في مذيع وفي إله مثلا وراه في يعني خلفية لونها اخضر فممكن احنا نستخدم الفلتر هذا او المعالجة هذا علشان نتخلص من اللون الاخضر اللي ورا المذيع وبالتالي نقدر نحط اشي مثلا في الخلفية مخالفة للون الأخضر ممكن نعمل تنشوف نشوف أشياء تانية في البلير مثلا ممكن نعمل جاوسيان بلير هذه عملية البليرنس شايفينها هذه اللي بيعمل تمويه للصورة بيعمل زي غباشة على الصورة هيك ممكن تغير طبعا الموضوع هذا مش طول الفيديو يعني ممكن مثلا تخلي حدته في في لحظة معينة صفر وبعد فترة تلاقيه يزيد لقيمة اعلى وبعدين يعاود يرجع للصفر. فحتلاقي نفسك لما تشغل يعني شايفين راح ورجع. فهيك هي بتشتغل مثلا هذا أه اللي بصير اللي انا عملته هذا عملية التوينينج اللي هو بيعمل تويننج في البليرنس او البليرنس في خاصية اللي هي الخاصية اللي انا محددها في المكان هذا اي خاصية هو ايش بيعمل؟ بيعمل انتقال يعني هان لو احنا قربنا اكتر عملنا زوم في هذه الخاصية فهنا عملية اللي هي التمويه او الغباش اللي على الصوره موجوده بقيمه صفر هنا صارت بقيمه اعلى مثلا 95 فهو ايش بيعمل بيعمل تدريج بينهم بدل ما يكون الانتقال حاد بيعمل عمليه التدريج هذا حندخل في تفصيله اكثر في عمليه في, في دروس الانيميشن لما نوصل للانيميشن انه بيعمل هو انر فريمز بينهم فريمز يعني صور داخلية او جميع الصور اللي بين الصورة هادي هاي انا مثلا اقف على الصورة هادي الصورة هادي عند مثلا الفريم رقم 439 الان الصورة اللي بعدها عند الفريم 471 ما بين التنتين هدول في مجموعة صور يعني من 471 ل 439 تحسبهم بيطلع معاك مثلا كذا من الصور الصور هذه بصير يعمل بالتدرج الصوره اللي بعدها بيزيد عمليه البليرنس عليها الصوره اللي بعدها وهكذا كل صوره بتلاقي بيطبق عليها البليرنس بدرجه اعلى الصوره اللي بعدها هي مثلا 44 والصوره اللي بعدها 65 وهكذا بضل يزيد لحد ما يوصلك عمليه العرض خليني انا مثلا اعمل بلاي شايفين ايش اللي صار انه عملية العرض صارت بالتدرج فشفنا العرض وكأنه تدريجيا بيطبق الفلتر هذا وبيعاود بشيله هذا هذا عملية معالجة فضاء المعالجة صراحة واسع جدا احنا مش حناخد كل الفلاتر بس انا بحاول يعني اوجد لكم بعض الفلاتر اللي ممكن تعمل يعني هاي الكلر باس الكالر ريبليس هات نشيل الكاوسين هادي ونحط كالر ريبليس هنا بده يعمل استبدال للون معين يعني مثلا ممكن ناخد لون من الصورة هادي واللون هذا في كل الفيديو حيصير يستبدل باللون الازرق هذا فوين ما حيلاقي اللون هذا حيستبدله بالازرق شايفين في كل الصوره في كل الفيديو عفوا وين ما نروح. لو درجة اللون هذه ظهرت في أحد الصور هيو بيستبدلها باللون الأزرق السيميلاريتي اللي هي التشابه في كل ما زدناه بتزيد المساحة هاي اللون الأحمر هذا تحول لأزرق في كل الفيديو هنزد السيميلاريتي بتاعته وين ما في درجات أحمر طبعا السيميلاريتي التشابه يعني هو ما أخدش الأحمر بالضبط لو قللنا السيميلاريتي لصفر حيصير ياخد الدرجة بالضبط اللي أنا حددتها يعني مثلا الدرجة المنطقة هذه طبعا مش قادر لأنه هي نقطة فصعب إنك تجيبها علي عشان أنت ينتشر معاك أكتر هذه اللي هي عمليات تشابه إنه مثلا النقطة اللي أنا ضربتها في المكان هذا لونها الأحمر هيو ودرجة اللون الأحمر هيها الأر جي بي تاعته هيها مية وخمسة وثمانين واحد وتلاتين بأربعين أر جي بي فبالتالي هذه الدرجة من اللون الأحمر كل ما زادت السيميلاريتي بتاعتها إيش بيعمل؟ بياخد الألوان الحمراء اللي حواليها هدول هدول الحمر يعني كل القيم الحمراء المحيطة فيها اللي هي عبارة عن ألوان شبيهة باللون الأحمر هذا بدخلهم في احتمالات إنه يحول الألوان هذه لو لقاها في الصورة لأزرق فعشان هيك المساحات بتكون أكبر هذا هذا مثلا كلر ريبليس ديستورشن هاي مثلا هذه شغلات إلها علاقة بالصورة كاملة تورل هاي ميرور ميرور بعمل يعني نوع من ال يعني انعكاس هنا يعني هذه اللي تورل خلينا بس نشوف عشان تشوفوا درجة, درجة التورل هاي شايفين ايش بعمل في الصورة صار يغير على الصورة تغيير يعني تغيير جذري في شكل الصورة نهائيا يعني صار شكل الفيديو شايفين كيف غير شكل الفيديو نهائيا هذا فهذه برضو من أشكال المعالجة اللي ممكن نطبقها على الصورة طبعا على الصورة نفس الشيء يعني بدي أجي على الصورة مثلا بدي أسحب مثلا هاد نعمل color correction مثلا هاي color balance أو الأيكلايز هذه الإيكولايز قيمه بيطبقها على الصوره كلها زي ما احنا شايفين شايفين كيف ف وين الإيكولايز ؟ راح هيو بيتحكم فيها طبعا هو بس هذه قيمه يعني بتعمل معادله لالوان الصوره اذا بتتذكروا الهيستوجرام انا صراحه هي ما كانتش في منهج الصور بس هي يعني شغله لها علاقه باعاده توزيع الهيستوجرام لو كانت مثلا الالوان عندك متوزعه بالشكل هذا في 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 الصوره فبعد الايكولايز حتلاقي التوزيع اختلف حتلاقي انه التوزيع صار يعني زي هيك فعمليه الايكولايزيشن هذه بتوزع الوان الصوره بطريقه يعني الها علاقه يعني بتصير الوان الصوره شبه بعض وهذا بتصير احيانا لما تصوروا بكاميرا لو كان في مصدر إضاءة في الكاميرا حتلاقيه سيطر على كل المناطق بتاعة الكم... الصورة فحتصير أجزاء من الصورة غامقة كتير وأجزاء تانية متوهجة ليش؟ لأن الكاميرا ركزت الفوكس على منطقة الإضاءة فالإيكولايزيشن هذا بعيد توزيع ال... ال... الهيستوغرام اه... على الوان الصوره بتصير الوان الصوره شبه بعض يعني بصيرش مثلا احمر كتير في المنطقه هذه بس يعني درجات الاحمر موزعة في المنطقه هذه بس لا بتلاقي الاحمر توزع على كل الصوره فدرجات الاحمر صارت وين مكان في درجه حمار مش مثلا الحمار شديد وخفيف جدا والوسط مش موجود طيب هذه يعني هذه من ال... الفلاتر اللي ممكن نطبقها هذا بالنسبة للمعالجة الآن في فكرة تانية غير موضوع المعالجة هذه كلها طبعا في الفيديو افكتس في اوديو افكتس بس انا مش حابب احكي فيها لانه حتوصل يعني حي... حيجي الحكي فيها لما نوصل للاوديشن فما في داعي نحكي عنها لقيت انما ممكن نحكي عن الترانزيشنز هذه من الاشياء المشهورة في الفيديوز انه انت وانت شغال مثلا في مثلا مقطع يعني مثلا لو قصينا الجزء هذا منيح فانا في مقطع مثلا قصيته زي هيك في في الفيديو فبعد ما قصيته هذا حذفته استخدام هذه رجعت حددته وديليت عملت له ورحت جمعت هدول الاثنين مع بعض الان عمليه الانتقال شايفين انتقال مفاجئ صار فعملية الانتقال المفاجئ هذه حتى في طيور الجنة يعني ممكن تلاقي الانتقال مش مفاجئ في بعض اللحظات هو طبعاً حر يعني هانا هو عامل انتقال مفاجئ إذا إحنا بدناش الانتقال يكون مفاجئ فممكن نعمل عمليات ترانزيشن إنه أنت لما بدك تنتقل من مشهد لمشهد فتعمل عملية انتقال سلس مرن سهلة على العين بسيطة عليها يعني انتقال تدريجي يكون هاي مثلا ممكن ناخد هات ناخد الايروس هادي اتوقع ممكن تكون هاي المنطقة هادي هات نشوف لاحظوا كيف عملية الانتقال حتصير فمش فجأة صار في تدرج في الانتقال هاي التدرج اللي احنا شايفينه هذه هي المراحل الانتقالية اللي ممكن تكون بين المقاطع سواء مقاطع الفيديو او مقاطع الصور لانه لو رجعنا هان تاني هاي مثلا عندنا صورة وصورة بدي انا اعمل مقطع تاني بدي اخد الصورة هذه بدي اخد نسخة من الصورة هذه وهي نسخة من الصورة هذه انا بعمل الت مع السحب وبدي اروح اخذهم بعيد شوي هاي مثلا هدول التنين الان هان في عندي صورة وصورة الصورتين هدول لما انتقل بينهم لا هذه الصورة بدي الغي فيها كل اشي أم. بدي ارجع روتيشن صفر والسكيل على اصلها لا صغيرة خلينا نكبرها خليها هيك الصورة هذه بدي اكبرها برضو هاي دبل كليك عليها وكبرتها هيك تمام هلقيت صار شايفين الانتقال من الصورة الاولى للصورة الثانية هانا دور الترانزيشن انه ممكن انا اعمل عملية انتقال بين الاثنين هنشوف السلايد مثلا البوش هذا بسحبه وبحطه بين الاثنين فهي الانتقال ما عاد الانتقال مفاجئ صار تدريجي طبعا في اشكال كتير للانتقال هذه جاهزه هاي الجريدينت آه هذا الانتقال الترانزيشن له مثلا settings اعدادات فانت ممكن تتحكم بالاعدادات شايفين كيف الانتقال صار برضو هذا اجمل مثلا من الاولاني طبعا الموضوع متعلق بالاخراج يعني عادة المخرج هو اللي بيختار المفروض عمليات الانتقال بحددها للمونتاج لانه ممكن الاخراج يكون له هدف في الانتقال احيانا الانتقال بيكون له تاثير نفسي على المشاهد بالاضافه لانه الانتقال احيانا ممكن يكون مرتبط مؤثرات صوتيه ف طبعا هذا مش دائما يعني هذا في الافلام الكبيره يعني فبكون المراحل الانتقاليه ممكن شخص محدد دارس الموضوع كويس وفاهم ايش بده يحط للترانزيشنز هذه فانت كفني مونتاج انت حيكون مثلا دورك انه انت بدك تاخذ الترانزيشنز اللي حدد لك اياها وتحطها الان انت دورك عاد بدك تطبقها يعني هان عمليات التعديل على الترانزيشنز هذه بتصير بحدد الترانزيشن وممكن اصير اغير فيه اعدادات الترانزيشن فاعدادات كل ترانزيشن بتكون ظاهرة في الافكت كنترول بس انا بدي احدد وبكليك عليه احنا طبعا مش معنيين ندخل في هذه التفاصيل كتير بس احنا معنيين نفهم انه في حاجة اسمها ترانزيشن وهذه بتكون موجودة في معظم يعني برامج الفيديو انه في امكانية انك انت تعمل ترانزيشن بين مقاطع الفيديو او مقاطع الصور هاي في ممكن تعمل كروس زوم هادي خلينا نجربها هادي بتشوفوها كتير كمان أيها هذا بنشوفها كتير في الفيديوهات عملية الترانزيشن بالكروس زوم هذا طيب هيك احنا بنكون فهمنا شو يعني معالجة وسابقا شفنا التحرير والتركيب وفي التجميع كمان يعني احنا بنبدا في التجميع في البدايه احنا بنجمع مكونات الفيديو كويس بعدين بنصير نركبهم مع بعض التجميع انه انت بتاخد الماتيريال من الخارج بتدخلها على هان بعدين بتصير تركبهم مع بعض يعني بتصير مثلا تركب هذه مع هذه كويس ال... بدك تعمل لهم كومبوزيشن آه بعدين بدك تصير تعمل تحرير عليهم انه تكبر الصوره تصغرها تقص منها جزء وهكذا تعمل روتيشن عليها بعدين بدك تعمل معالجة زي اللي شفناه اليوم انه عمليات المعالجة وفي النهاية بدك تعمل مراحل انتقالية هذا تقريبا الاشياء اللي موجودة في البريمير ممكن بعد هيك تصير تضيف مؤثرات هذه موجودة في الافتر انه مؤثرات تكون يعني اشياء مسبقا تم اعدادها انت بس تعمل إلها إعدادات يعني مثلا مؤثر ياخد منك سلسلة من الصور وهذا الصور بعمل عليها حركات معينة إنه بدخل لك مجموعة الصور هذه بطريقة معينة على, على الشاشة أو تعطيله مجموعة نصوص وهو يدخل لك إياهم مقطعين الحروف مثلا هذا ممكن تلاقوها بالكامتازيا اللي أنا بسجل عليه الآن موجودة هذه المؤثرات طبعا بس اذا بدك تشتغلها باحترافيه فهذه موجوده بالافتر الناس المتخصصين بالافتر افكتس يعني موجوده بقوه واعداداتها كتيرة والافكتس ساعتها كتيرة طيب ننتقل لموضوع ثاني غير هذا الموضوع بس قبل ما ننتقل له اللي هو موضوع تصدير الفيديو اللي هو اخر مرحله مرحله يعني التصدير الاكسبورتنج وطبعا بعد هيك النشر قبل ما نروح لموضوع تصدير الفيديو حابب اسمع اذا كان في اي اسئله عندكم يا شباب تفضلوا ماشي خلينا نكمل اذا الان افترضنا انه صار الفيديو عندنا هذا جاهز طبعا الفيديو هذا صار عندنا تقريبا قرابه الالف فريم وبناء على الاف بي اس تاعتنا احنا ممكن نحسب قديش مدته مثلا احنا عندنا 30 فريم بالثانية اذا ممكن اقسم الرقم الكلي على عدد الفريمز فبيعطيني قديش التايم أو انك انت ممكن بدل ما تعمل الديسبلاي فورمات ممكن تعمله بالتايم كود وهيك ببين لك هو بدل الفريمز بدل ما يعطيك ارقام الفريمز هذا بيعطيك إياها بالزمن هذا شفناها المرة اللي فاتت الان لو بدنا نصدر الفيديو هذا خلاص احنا خلصنا معالجه خلصنا تركيب وتجميع خلص صار الفيديو جاهز مية بالمية لموضوع التصدير فعندنا في الإكسبورت ميديا الآن هذا طبعاً طريقة البرمير زي ما قلنا إنه كل برنامج له طريقة مختلفة الآن هذه الفورمات هي أحد أهم الأشياء اللي أنت ممكن تختارها للتصدير الآن التصدير إذا بدك تصدر فيديو فبدك تأخذ انكودينغ خاص بالفيديو زي مثلا الام بي جي الام بي جي 2 او الام بي جي 4 اللي هي الام بي 4 هذه بنسميها والاتش 264 هدول كلهم وهي في كوك تايم كمان في الموف كمان الاي في اي كمان من الاشياء اللي لها علاقه بالفيديو لو عملت جي بي جي او جي بيج هذه ممكن يصدر لك صور سلسله من الصور يعني حيطلع لك فريمز اذا انت عندك 933 فريم حيطلع لك 933 صورة ضمن الاعدادات اللي انت حتختارها للصور يعني انا اخترت مثلا جي بيج هيني هانا في اعدادات للجي بيج انت بدك تحددها كويس هو ما لك اياها هاي الصورس ماخد السورس الصورس ماتش للصورس هو حتى مش معطينا امكانية نغير ام في الببلش هذه البيزك سيتنجز ما في الكواليتي اه هاي في الكواليتي يعني جوده الصور لو عملت هيك يا جماعه انا وعملت اكسبورت حيصدر لي صور وهي الامتداد تاعهم شايفين وهي المكان تاعهم يعني هو حيودينا على المكان هذا على الفولدر هذا نفس الفولدر اللي كنا شغالين عليه المره اللي فاتت انما اذا بدي اصدر فيديو فبدي اخذ فورمات من الفورمات بتاعة الفيديو هاي ممكن يصدر لي جيف صور متحركه يعني كل ال933 فريم هدول حيطلع لي اياهم عباره عن صوره جيف ومفترض انه يكون في عنا هنا اتليست ون ميديا الاكسبورت للفيديو برضه نفس الشيء بس مفترض انه يكون في عنده امكانيه للتحكم بالجيف برضو نفس الشيء هو ماتش سورس لا اوكي هي ممكن انا اشيل التشيك بوكس هذا واصير اتحكم بالسايز يعني ممكن الصوره بدل ما اصدرها 1280 في 720 ممكن اخليها مثلا 220 تمام وهيك هو بيحسب طبعا الارتفاع لاننا رابط الاثنين في بعض فهو بحافظ على الاسبكت ريشيو هذه <تحدث> منتين ذا فريم اسبكت ريشيو هادي معناها انه القفل هذا في كتير من البرامج حتلاقيه انه بيحافظ على النسبه بين الطول والعرض فهيك لما اصغر طبعا الطول والعرض هيك خلاص يعني انت صار في عندك امكانيه انك انت تصغر الحجم بالتالي امكانيه لتصغير حجم الملف اكسبورت اس سيكونس السيكونس الاصلي اللي احنا كنا حاطينه لو شلناها ممكن انت مفترض انه انت تصير تغير هاي على الفيلد ولا لا هدول مش حيفيدوك كتير في الجيف لانه الجيف للويب اصلا بروح فانت اعمل اكسبورت از سيكونس هانا بتحكم طبعا في الفريم ريت أم... بس البروجرسيف مش حتفرق معاه موضوع البروجرسيف والانترليست هذه شغلات لها علاقه في البث وعرض الصورة على على التلفزيونات أو على أجهزة العرض حنحكي عنها في في القناة أو في الفيديو النظري يعني في المحاضرة النظرية إن شاء الله. طيب أنا ما بديش صراحة مع مش معنى كثير في موضوع الجف ولا الجيبق إنما هذه الإعدادات إذا اخترت الفورمات هذه أنت فبالتالي هو حيصدر لك سلسلة من الصور الفيديو هذا حيصدره الآن لو أخذنا الام MP3 طبعاً حيصدر الصوت يعني هياخد لك هياخد لك التراك بتاع الصوت اللي تحت هذا بكل أجزائه الصوتية وحيصدر لك ملف صوتي لو رحنا أخذنا اتش ميتين أربعة وستين هيك حياخد الإنكودنج ال اللي اسمه اتش ميتين أربعة وستين هذا طبعا إنكودنج تشفير خاص بالفيديو اه ايش بيفرق هذا عن الاي في اي عن الاي في اي الانكومبرست او الانكومبرست الكويك تايم في كمان الام بي اي جي 4 والام 2 دي في دي والبرو هذه كلها اول شيء لها علاقه بالتصدير التصدير ولها علاقه بطريقه تخزين الملف نفسه ليش الان بتعرفوا انه في كتير من الجامعات والشركات بتبحث في موضوع ضغط الفيديو إذا كان الفيديو عندنا عبارة عن صور فالصور ما بحطوها زي ما هي كاملة في ملف الفيديو يعني هذا كان إذا كان هذا ملف فيديو محتوي مثلا على ألف فريم منيح من فريم واحد للفريم ألف ما بروح بخزن الصور زي ما هي بالضبط زي هيك وبيجمعهم في باكيج واحدة وبقول لك هذا الباكيج أو الكونتينر هذا اللي هو يعني حاوية تحتوي على الصور هذه كلها اسمها مثلا اي دوت ام 4 كلمه ام 4 هذه مجرد بس حاويه انه انت عرفتك انه هذا ملف فيديو وملف الفيديو هذا في جواته يعني صور فيديو وفي طبعا برضه في عنده للاوديو يعني هو في معلومات عن الاوديو وعن الفيديو الان هو ما حيخزن الصور هذه زي ما هي هو حيروح يضغط الصور هذه عمليه ضغط الصور هذه بتكون معتمده على خوارزميه الضغط طيب خوارزميه الضغط في الفيديو لا تكفي في الصوره تكفي احنا الصوره مجرد ما اضغط الصوره خلص صار في عندي انبوت ايمج وآوتبوت بوت ايمج انه صوره دخلتها على الضغط وطلع عندي صوره مضغوطه حجمها اقل دقتها اقل وايا كان بينما في الفيديو موضوع الضغط لا يكفي في عنده كمان حاجه اسمها او لها علاقه في البث البث ممكن يكون من الميموري لبرنامج العرض على الشاشه عندك يعني انت ملف الفيديو هذا هذا ملف الفيديو وين موجود ما هو موجود على الهارد ديسك وبسحب لك اياه على الرام وبعدين بكيشو على الكاش وبيعرض لك اياه او على كرت الشاشه بيعرض لك اياه على الشاشه بعد هيك عمليه البث على الشاشه نفسها هذه هذه بدها يعني خوارزميه خاصه في طريقه معينه لعمليه البث نفسه كمان البث على الفضائيات والبث على الانترنت هذه عمليات البث وضغط الفيديو قبل عمليه رفع الفيديو للبث أو نقله على الإنترنت أو مثلا نقله على الساتلايت هذه الإجراءات كلها لها علاقة بعمليات تقليل أو زيادة قوة الصورة اللي بيتم بثها عشان هيك بتلاقوا إنه في تلفزيونات أو فضائيات مكتوب قبلها اتش دي مثلا فهنا في جودة معينة الجودة هذه معتمدة على البث في جميع الاحوال احنا في هناك خوارزميات في الفيديو الها علاقه بضغط الصور والاوديو يعني الاوديو والفيديو يعني الصوره والصوت في داخل هذا الفيديو فهذا فيه. هذا هو اللي بيفرق بين الاتش والام بي جي 2 والام بي 4 والكويك تايم هدول بيفرق بينهم الحاجات هذه فلذلك لما انت تختار هذا حتلاقي انه له سيتنجز ممكن تكون طبعا هي الاوتبوت يعني الفيديو اللي حيطلع عنا هي الريت بتاعه في كل ثانية هيعرض تسعة من عشرة أو سبعة فريم طبعا هذا بيفرق معاه ممكن في المحاضرة النظرية نشرحها أكثر هي عرض وارتفاع الصورة اللي حتنعرض كويس هذه سرعة النقل للشاشة أو لل أو لل أو عبر الفيديو أو عبر البث على الإنترنت هذا آه 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 شغلات لها علاقه بالصوت هذه آه سرعه آه الصوت كويس والسامبلنج بتاعه فالصوت نفس الشيء على فكره له اعدادات هاي موجوده هان بتكون آه لو غيرنا هذه ورحنا الي بي جي 4 فالام بي جي 4 هي مثلا 15 فريم بير سكند الاعدادات بتاعته اختلفت زي ما احنا شايفين الفيديو اختلف خلينا نشيل هذه تمام اه انا ما اخد اوكي هاي البريست خلينا نرجع للاتش البريست هذه كمان نفسها بتعدل في اعدادات الفيديو ليش لانه مثلا انا في بريست بدي اياها هاي بتريت بالتالي البث يكون يعني جودته عاليه جدا او بدي ميديم بتريت بدي البث يكون منخفض وبالتالي البتريت يقل خلينا نشوف هذه ثلاثة التارجت ثلاثة ميجا بت الهاي بت ريت عشرة عليتا ارجعوا لليوتيوب اليوتيوب نفسه اذا بتتذكروا لو فتحتوا اي فيديو على اليوتيوب بكون في في اعدادات اليو... اليوتيوب في الثلاث نقط اللي تحت هذه تحت الاعدادات لو اخترتها في شغلة لها علاقة بالكواليتي وفي الكواليتي في خيارات ودايما هي بتكون اوتو على حسب سرعة الانترنت فهو مفترض انه انت او عفوا اليوتيوب بيختار حسب سرعة الانترنت بتاعتك ايش الجودة اللي بيثلك اياها فهو طبعا ايش بيعمل بياخد الفيديو بتاعك وبيعيد صياغته في عدة جودات يعني اعلى جودة طبعا بتكون موجودة انت بثيت فيها يعني مثلا انت حطيت هاي بتريت ب10 ميجا بت باعدادات 1280 في 720 هو بيعمل شو بروح بشيل هذه وممكن ينزل لك اياها مثلا ل 460 مثلا او ممكن يعمل لك اياها هذه ممكن تشوفوها يعني موجوده يعني لو رحنا ليوتيوب خلينا نروح لاي فيديو على اليوتيوب و هاي يوتيوب نفتح مثلا طيور الجنه اي فيديو حتى نفس الفيديو اللي انا منزل لكم اياه هذا هيني ننزله بجودتين كيف نزلته بجودتين لانه اليوتيوب نفسه بيدعم اكثر من جوده بس اعلى جوده بتيجي معانا الها علاقه باعلى جوده باعلى جوده انت صدرت فيها فهذا اللي بصير هاي مثلا هذا الفيديو طيب قبل ما يفتح البريسيتس هذه بتغير فيها انت اعدادات مسبقه مسبقه يعني علشان او جاهزه عفوا ممكن انت تعمل كاستم وتصير تغير يعني مثلا انا هيني عامل اعدادات الي خاصه هذه انا مسميها اعدادات خاصه باليوتيوب لما بدي اصدر فيديو ليوتيوب بروح اختار هذه الاعدادات ممكن انت تعمل بريسيت جديده اعدادات خاصه بالفيسبوك لانه يعني مثلا الفيسبوك ممكن بياخد ويدث وهايت مختلف عن اليوتيوب فانت بدك تجهز بريسيت خاصه فيك بس طريقه الانكودنج حتكون التشفير للفيديو باستخدام خوارزميه خوارزميه الاتش 264 طبعا هذه ممكن يكون قدرتها عاليه في الضغط وتقليل حجم الفيديو قدرتها مثلا مش عاليه في الصوت فانت يعني بدك تختار الـ الـ اللي هي الانكودنج المناسب لك طبعا ال H264 هو الاكثر استخداما الايام هذه ال FI uncompressed هذا بدون ضغط نهائيا يعني بيصدر لك يعني فيلم او فيديو حجمه ضخم جدا حيكون بدون ما يضغط الصور وكأنه مصدر صور بي ام بي بكون نيجي لفيديو اليوتيوب اوكي هنا في الاعدادات هيها شايفينها الكواليتي فهنا هذه اعلى اعلى اعدادات صدر الفيديو فيها في طيور الجنه الان اليوتيوب عنده فيديوهات نفس الفيديو هذا صدر منه نسخ اخرى موجوده موجوده عنده على السيرفر الان لو انت طلبت بسرعه مثلا 360 بي 480 بي 480 يعني الطول اللي هي عدد الـ عدد اللاينز هذا بحط لك عدد اللاينز هنا يعني عدد الخطوط يعني يعني الارتفاع الفي الفيرتيكال ال1080 بكون اللي هو 1920 في 1080 فهذه هي الاعدادات اللي بيصدرها اليوتيوب فانت ممكن تروح تصدر اشي مثلا ماكسيمم 720 فبتلاقي الخيار هذا مش موجود لك في الفيديو بتاعك فهذا هو الفورمات طبعا هانا لازال هناك هاي ماتش سورس برجع لك الاصل 1280 في 720 هاي في الفيديو هنا موجوده شايفينها ال1080 هذا بسميها الاتش دي هو هانا او الهاي الهاي ديفينيشن بالنسبه إلي هو هاي آه. الفريم ريت البروجريسيف هذه شغله يعني حنحكيها في المحاضره النظريه ان شاء الله هاي الاسبيكت ريشيو يعني نسبة الطول إلى العرض 16 إلى تسعة أه هنا التي ستاندرد هذه ستاندرد هذا ستاندرد مشهور في أمريكا هذا ستاندرد مشهور في أوروبا وهذا له علاقة في موضوع البث للتلفزيونات فإذا أنت بدك تصدر فيديو ينبث للتلفزيونات في أمريكا بدك تصدره إن سي إن إس سي في أوروبا بدك تصدره بال في اليابان حتستخدم الإن تي إس سي مثلا وهكذا فانت بدك تعرف وين بدك تبث الفيديو بتاعك لانه التلفزيون نفسه حتلاقي لو بثيت بالبال لامريكا حيصير في سرعه اعلى في الفيديو وحتلاقي أه فيه مقصوص منه اجزاء مثلا فبالتالي بدك تعرف لمين بدك تبث هذه أه شغلات لها علاقة بالإنكودينج وقديش بده يشفر أه الكونستانت والفاريبل بتريت هاي شغلات لها علاقه بال... بال, يعني بالبث والضغط بتاع يعني الانكودينج بتاع البث والتشفير علشان سرعه التشغيل يعني انه الفيديو لما تشغله على البلاير ما يكونش بطيء فعلشان يكون سريع لازم ينضغط لو انت بدك تحط الفيديو على اعداداته الاصليه بدون ضغط فالفيديو بلاير لما يجي يشغل الفيديو حتلاقيه بقطع فانت بتستغرب ليش الفيديو هذا بقطع قاعد وفيديو تاني بقطعش فبتكون البت ريت عالية كتير وكرت الشاشة عندك مش قادر يلحق على البت ريت العالي بتاع هذا الفيديو. طيب يعني هذه كلها عبارة عن نظرة عامة على موضوع تصدير الفيديو بعد ما تخلص طبعا هاي امتداده ام بي 4 هاي لو بدك تاخذ ام بي اي جي 4 هاي ماخذ امتدادك 3 جي بي فهو بغير الامتدادات هذه علشان تعبر عن الانكودينج هاي لو بدك تصدر اي في اي آه حيعطي لك اي في اي الكويك تايم حيعطي لك موف فهي شايف ان تي سي هي بال ممكن تغير هنا الكويك أه تايم لاحظ انه أه صار يعطي لك بريسيتس خاصه بال على اعتقد كمان موجوده في البريسيتس هذه هي هي تصدير للاندرويد اذا انت بدك تشغل فيديو يشتغل على شاشات اندرويد محدده اندرويد تابلت اندرويد فون اند تابلت لانه في اعدادات خاصة بالطول والعرض للشاشات نفسها هي ابل موجودة هي اللي بتسمعوا فيه كتير هذا الاتش دي اللي هي الصور الاتش دي هاي هي الان تي سي والبال اللي هي الستاندردز اللي في امريكا وفي اوروبا هي فيميو اذا اكيد بتسمعوا فيه هي, هي ليوتيوب اذا بدك تصدر ليوتيوب او ممكن انت تعمل البريسيتس الخاصة فيك هذا ال SD وال HD برضه حيمر يعني حنفهمه منيح في المد النظرية إن شاء الله. طيب هذا بالنسبة للتصدير يعني يكفي لحد هان بإمكانكم يعني بعد هيك تعملوا اكسبورت وبعد ما تعمل اكسبورت هو حيصدر على المكان اللي أنت حددت له إياه. طبعا عملية الاكسبورتنج هان حتاخد وقت مش حتكون سريعة يعني حتاخد وقت وطبعا عملية الوقت هذه بتعتمد على طوله طول الفيديو بتاعك قديش طوله بالاضافة للمعالجات اللي انت عاملها يعني الفورمات يعني ال مثلا ممكن ما ياخدش وقت زي الاتش زي الام بي جي فكل فورمات بياخد وقت مختلف لانه الخوارزمية الضغط مختلفة فبالتالي المعالجة مختلفة بالاضافة للمعالجة بتاعت الصوت ف يعني المعالجة إلها إلها متغيرات كثيرة فبالتالي هو هذا بيعطي لك الاستيميتد فايل سايز قديش الفايل سايز اللي حيطلع قديش حجم الملف هذا السورس هي أصل الصورة وهي الأوتبوت بعد هيك كيف حيكون شكله لأنه أنت ممكن تكون طبقت بعض الأشياء اللي تعدل في جودة الصورة ممكن تقص كمان الأوتبوت يعني ممكن الأوتبوت ما يكونش كل فريمز فأنت تختصر في الأوتبوت تشيل بعض الفريمز من الأوتبوت هذا زي كأنه يعني كروب من بداية ونهاية الفيديو ماشي هذه هي شاشة الاكسبورت في البريمير إذا كان في أي أسئلة يا شباب تفضلوا المجال متاح عندكم هاي مثلا بخصوص التصدير لو مثلا بدي أعرف الفيسبوك هاي الفيديو سبيكس بدي اعرف ايش افضل اعدادات طبعا في بيسموها البريفيرد البريفيرد هذه اللي هي نفس الشركه آه بتكون اعلنت عنها هاي فيسبوك فيديو اد سبيكس هذا للادز بس اللي بدهم يعملوا ادز آه لا انا بدي البوست الفيديو او البوست فيديو يعني اذا انا بدي اعمل فيديو وارفعه على فيسبوك فمفترض اعرف الاعدادات هاي الريكومندد فيديو دايمينشنز شايف 1200 في 628 للاندسكيب سكيب والسكوير هاي النسبه بتاعت الـ الـ الفيسبوك هذا في السوشيال ميديا فيديو لا هو مش محدد افضل شيء انك تاخد المعلومه من موقع فيسبوك نفسه اذا لقيناها أنا بيحكي عن الادز هو انا بتذكر اه اد لو بدك تعمل اعلان ممول لزبون عندك فالاعلان الممول هذا الفيديو بتاعه بده design ريكومنديشنز هاي الانواع ام بي 4 موف اور جيف هاي الريشيو 4 على 5 وهي بقول لك ريشوز 16 ل 9 و 9 ل 16 ار سبورتد بات ميبي masked تو 4 على 5 يعني ايش يعني حينقص من الفيديو بتاعك هاي معناها فيديوز تولر ذان أربعة ل خمسة مئة بير وذ بلاك بارز زي ما احنا شايفين في الفيديو هذا شايفين الفيديو هذا مش ظاهر صح على الشاشة مثلا في الفيسبوك ممكن يحط لك أجزاء سودة فوق وتحت أو يمين وشمال هي ستاتينز شايفين ايش بده كومبريشن الضغط ألف اتش ميتين أربعة وستين سكوير بكسلز هذه نوعية البكسلز كيف شكلها أعتقد موجودة كانت هذه في الفيديو سيتينجز وين موجودة اشوف البروفايل لا اوكي والله يمكن هذه في السيكونس موجودة طيب في في مكان المفروض انك تتحكم في في المعلومة هذه كمان هاي الصوت اي اي سي شفتوه وانا بشتغل توا الاي اي سي اوديو صح في الاوديو هيو اي اي سي فانت دائما بدك تعرف انه انت لازم تعطيله هاي ريزوليوشن أقل إشي ألف وتمانين بيكسل هذا للسكوير أه الهايست ريزوليوشن ايمج أو فيديو ذات ميس ريشيو ريكويرمنتس متطلبات النسبة وذات لاتر أو بيلر بوكسنج طيب الفيديو كابشنز والفيديو ساوند هذه الأشياء إذا بدك تضيف يعني كابشنز اللي هي بتكون معلومات عن الفيديو أه ممكن تضيفها ساوند أم. طيب ايش في كمان اشياء عندهم تكنيكال ريكويرمنتس 1 سكند ل 241 هذا طول الفيديو من ثانيه وواحد 241 منت هذه يعني بعتقد هيك معناها انه اقصى حد ممكن ياخذوه هيك معناها 241 دقيقه في الفيسبوك للادز طبعا انا بقول لك الاعدادات اللي بعملها للادز غالبا هي افضل اعدادات للبوستس كمان بس انت ممكن تبحث يعني الفيديو بوست للفيسبوك بالضبط يوتيوب نفس الشيء <applause> نفس الشيء تكنيكال ريكويرمنتس هذا على ديسكتوب على موبايل هذا لو بدك تعرض الفيسبوك على الديسكتوب يعني على على لابتوب انا وانا شغال او بدك تعرض شاشه يعني بدك تعرض الفيديو بتاعك على فيسبوك من الموبايل طبعا الموبايل اب اعتقد زيه زي الموبايل زي الموبايل ويب يعني التنين غالبا المفروض يكونوا زي بعض هيك الشركه المفروض تكون عامله هون أه هادي سبيكس للسوشيال ميديا كلها هاي هذه ممكن تستفيدوا منها يا احمد في شغلكم كويس يعني الفيديوهات اللي بدك تصدرها لفيسبوك في ليوتيوب اكيد حيكونوا حاطين هات نشوف يوتيوب تمام هاي في هي في يوتيوب هاي سناب شات لو بدك اعمل فيديو لو تويتر لإنستغرام انستغرام فيفضل في دائما تاخذوا الريكومندد سبيكس اللي هي التحديدات او المواصفات اللي بتوصي فيها الشركه هاي الدايمنشنز الموصى بها يعني انت لما بدك تفتح سيكونس جديد على البريمير او على اي برنامج فيديو بدك تاخذ الاعدادات هذه بتاعتهم والبي هذه اللي هي البروجريسيف اذا شفتوا هان قبل شوي انا بالفيديو في وين كانت هيها بروجريسيف انا ممكن اختار اشي تاني هذا الابر واللور للانتر فالبي اختصر للبروجريسيف هذه الشغلة لها علاقة في بث الفيديو وعرض الفيديو على التلفزيون او على الشاشات وطبعا الحديث كله المفروض يعني بروجريسيف آه آه الماكسيموم فايل سايز 128 جيجا شايفين 12 مدته 12 ساعة يعني انت ممكن ترفع على يوتيوب فيديو ماكسيموم 12 ساعة مدته وحجمه 128 جيجا طبعا ما لهمش علاقة تنين في بعض هدول يعني ممكن يكون 12 ساعة بس حجمه 20 جيجا مثلا هاي الفورماتس اللي بياخدها طبعا لانه هنا انت شايف الـ اليوتيوب آه لانه مخصص للفيديو فشايفين يعني امكانياته اعلى وبياخد أشياء أكتر من الفيسبوك هذه الماكسيموم دايمينشنز اللي بياخدها فيسبوك عفوا يوتيوب لما بدك تعمل إعلانات على يوتيوب يعني إذا واحد طلب منك له فيديو لإعلان فهي في عندك آه هذه أشياء خاصة بالإعلانات أوكي طيب هذه كانت إجابة سؤال أحمد هل في أسئلة تانية شباب طيب ما شاء الله يعطيكم العافية هيك احنا بنكون وصلنا لنهاية محاضرة اليوم نلقاكم في لقاء آخر السلام عليكم